أهلا بكم إلى ساعة الأخيرة، معكم سرمد أكرم. مرشد الجمهورية الإسلامية يؤيد إغلاق مضيق هرمز في حال تضرر النفط الإيراني بالعقوبات الأمريكية، فما مدى جدية التهديد الإيراني؟ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن ترامب وبوتين ناقشا في قمة هلسنكي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. إسرائيل تقصف مرصدا للمقاومة رغم توقيع الهدنة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية. ونختم من تونس. حزب حراك تونس الإرادة الذي يرأسه منصف المرزوقي يتهم الرئاسة التونسية بالوقوف وراء الأزمة السياسية في البلاد. كونوا معنا. أهلا بكم. قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي إنه يدعم فكرة عرقلة صادرات النفط الخليجية عبر مضيق هرمز، إذ أدت العقوبات الأمريكية على إيران إذا أدت إلى وقف صادرات النفط الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد لمح خلال زيارته إلى سويسرا في بداية الشهر الحالي إلى إغلاق مضيق هرمز، حين قال إنه لا معنى لاستمرار تدفق نفط دول الجوار بينما يمنع النفط الإيراني، وتحاول الولايات المتحدة إقناع الدول التي تشتري النفط الإيراني بوقف وارداتها بحلول الرابع من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. تستعر الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويوما بعد يوم يتخذ التوتر منحا تصاعديا لم يعرف هدنة منذ إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. لكن ترامب استطاع توحيد الموقف الإيراني الداخلي حول ضرورة التصدي لتهديدات واشنطن الدائمة وآخرها إيقاف صادرات النفط الإيرانية. وبعد تهديد الرئيس الإيراني سابقا ملمحا إلى إمكانية عرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة عبر مضيق هرمز، أشهر المرشد الأعلى علي خامنئي السلاح نفسه، فالمضيق البحري يعد أقوى أسلحة إيران في المرحلة الحالية وأشدها خطورة لمواجهة الهجوم الأمريكي الشرس ضدها. وفيما يبقى الكلام حبرا على ورق، سيناريوهات عديدة تحملها التصريحات الإيرانية، وعلى الأرض ربما تستطيع طهران فعلا إغلاق المضيق نظرا لنفوذها الكبير هناك، وبذلك تكون الخطوة الإيرانية وسيلة ضغط على سوق النفط العالمي وما يترتب على ذلك من ارتفاع بأسعار النفط وانحساره في السوق. لكن لواشنطن أيضا وجود عسكري قوي في منطقة الخليج العربي، ودورها هناك يضمن انسياب الإمدادات النفطية بشكل طبيعي، وبالتالي فإن أي تحرك عسكري إيراني يعني إطلاق شرارة مواجهة كبرى بأبعاد عالمية. وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بإغلاق هرمز، فهي تستخدم هذا التهديد كورقة ضغط ضد أعدائها. والسلطات الإيرانية معتادة أيضا على ممارسة سياسة حافة الهاوية، والخيارات السياسية حاضرة على الطاولة، ومنها اللجوء لأوبك وربما مجلس الأمن والأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك الموقف الأوروبي الرافض لتمزيق الاتفاق النووي أو حظر النفط الإيراني، وهو موقف اتخذته دول أخرى بينها تركيا والهند. ورغم الاحتمالات الضئيلة إلا أنه لا يمكن استبعاد أي خيار، وترامب على سدة حكم أقوى دولة في العالم. للمزيد ينضم إلينا من بيروت السيد محمد غروي الكاتب الصحفي الإيراني، كما ينضم إلينا من باريس السيد رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس. أهلا بكما معي في هذه الحلقة. أبدأ معك سيد محمد غروي من بيروت.
ما مغزى هذه التصريحات الإيرانية قوية اللهجة في هذا الوقت بالذات؟ بسم الله، تحية لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. أهلا بك. تصريحات السيد الخامنئي اليوم جاءت لكي تثبت ما كان قد قاله الرئيس روحاني وأيضا المسؤولين في حرس الثورة تجاه ما كان يحصل من بلطجة أمريكية نفطية على النفط الإيراني. اليوم ما صرح به السيد كان بمستوى التهديد النهائي لهذا الموضوع، لأن البعض كان يقول أن تهديد الرئيس روحاني كان خطأ لفظي أو كلمة وعبرت ولم يعطي البعض أهمية لهذا الكلام. جاء كلام السيد الخامنئي لكي يعطي واقعية ولكي يثبت هذا التهديد، لكي يقول للعالم كله ليس للأمريكي فقط، لأن نحن ندري ونعلم أن هذا التهديد يمس كل دول العالم ليس أمريكا فقط، يعني حتى دول التي نحن في حلف استراتيجي معها تنضر من هذا التهديد. لذلك إيران اليوم تضع الجميع أمام مسؤولياتها لكي تضغط على الأطراف جميعا وعلى الطرف الأمريكي واحدة من هذه الأطراف، وربما أيضا على الطرف الأوروبي. بنتيجة الحال الأوروبي يتضرر أكثر من الأمريكي في هذا الموضوع، والصيني أيضا والروسي أيضا. لذلك الإيراني اليوم جاء لكي يطلق هذه التصريحات لكي يقول الجميع مسؤول والجميع يجب أن يتوقف أمام هذه المسألة، لأن هذا موضوع يضر بالمصالح النفطية. طيب. والمصالح الاقتصادية، وهذا خط أحمر بالنسبة للإيرانيين. طيب سيد رامي، كيف تنظر لهذا الكلام؟ إيران هل لديها أوراق ضغط قوية بحيث تقرن مصير النفط الإيراني أو النفط الخليجي بالنفط الإيراني؟ ما هي أوراق الضغط؟ أهلا بك سلمى، التحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. باعتقادي أن التهديد الحقيقة لا يعد الكلمات، لأن إذا ما هددت إيران الملاحة البحرية في الخليج العربي فإن ذلك سوف يؤدي إلى اشتعال صراع كبير جدا، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تواجه العالم برمته. كما تعلم فإن مضيق هرمز على وجه التحديد تمر منه 40% من موارد الطاقة ومن النفط على وجه التحديد، كما أن 80% أو حتى 90% من موارد الخليج النفطية تمر عبر هذا المضيق، وبالتالي هذا هو شريان الحياة ليس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالنسبة للدول الغربية وبالنسبة لدول العالم برمته. وبالتالي إذا ما قامت إيران بتهديد الملاحة البحرية فأعتقد أن العالم سوف يجتمع وسوف تتوحد كلمته في مواجهة إيران. لا أعتقد أن هنالك إمكانية بالفعل، خصوصا أن الجانب الأوروبي ما زال متمسك بالاتفاق النووي، ولكن باعتقادي إذا ما أقدمت إيران على هذه الخطوة، وأنا ما زال أعتقد بأنها خطوة غير واقعية على الإطلاق، ولكن إذا ما أقدمت إيران فإن ذلك سوف ينزع أي إمكانية للتفاهم مع الجانب الأوروبي حتى مع الأطراف الدولية الأخرى، مع الجانب الصيني أو مع الجانب الروسي. التهديد الأمريكي أو حتى فرض عقوبات على الدول أو محاولة إقناع الدول بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني لا يخرج عن القانون الدولي، لأن ذلك هو تفاهم ما بين دول. إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاهم مع الهند على سبيل المثال ومع اليابان ومع الدول التي تستورد النفط الإيراني فإن ذلك مسموح به في القانون الدولي، أما تهديد الملاحة البحرية أنا أعتقد أنه الحقيقة خيار غير واقعي ومجرد تهديد لفظي ليس أكثر من ذلك. سيد محمد غروي، حول تهديد الملاحة الدولية وما ذكره السيد رامي، الجيش الأمريكي أعلن كما تعرف أنه في استعداده لضمان حرية الملاحة، ملاحة الخليجية في مضيق هرمز، وبالتالي هل إيران مستعدة للمواجهة؟ هل هي فعلا تريد المواجهة مع الولايات المتحدة؟ أنا كما ذكرت أن هذا بالنسبة للشعب الإيراني، النفط هو يمثل حوالي 70% من المدخول للشعب الإيراني وللدولة وللنظام بشكل عام. لا يمكن للإيراني أن يسكت أمام هذا النوع من التهديد، لأن هذا يمثل قطع أرزاق الشعب الإيراني. يعني مواجهة عسكرية تريد أن تقول سيد محمد غروي؟ مواجهة عسكرية مع الجيش الأمريكي؟
أنا لا أستبعد هذا النوع من المواجهة إن صعدت وأكملت الولايات المتحدة هذا النوع من الخطاب الذي نسمعه بين الفينة والأخرى، لأن الولايات المتحدة هي تهدد لكي تجلس على الطاولة. لكن اليوم سمعنا السيد الخامنئي يقول أن لا جدوى من الجلوس على الطاولة مع الأمريكان، لأننا جربناهم عدة مرات وآخرها كان عندما جلسنا معهم في الاتفاق النووي، حيث أن الأمريكيين يضربون عرض الحائط كل المواثيق الدولية. وضيفك الكريم يتحدث عن أن ضرب المياه الدولية يعد يعني نقض للاتفاقيات الدولية، وكيف به لا يقول عن أن الأمريكيين الذين خرجوا من هذا الاتفاق، هذا أيضا نقض للاتفاقيات الدولية ونقض أيضا للاتفاق النووي الذي حصل. لذلك نقول كيف يمكن للأمريكي أن ينقض الاتفاقيات الدولية وإيران ممنوع عليها أن تنقض هذه الاتفاقيات؟ نحن نقول أن الأمريكي عندما خرج من الاتفاق النووي هو ضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق وكل الاتفاقيات مع إيران، كيف له الآن أن يهدد إيران لكي يجلس طيب. الإيرانيين على طاولة الحوار؟ طيب إذن نحن أنت في النهاية كل تتوقع. ما كان اتفقنا عليه خلال الاتفاق النووي لم تتعهد الأمريكي به، يعني الأمريكان لم يتعهدوا به. طيب أنت في النهاية تتوقع مواجهة مع الجيش الأمريكي إذا ما أصرت الولايات المتحدة على إمضاء هذه العقوبات، ولكن سيد رامي الآن هل تعتقد أن ورقة الضغط الوحيدة بيد إيران هي تهديد الملاحة الدولية ومضيق هرمز تحديدا، أم أن لديها أوراق ضغط أخرى متمثلة؟ على سبيل المثال هناك من يذهب بالتحليل إلى أن الأزمة في العراق والاحتجاجات في البصرة نتيجة قطع إيران فجأة للكهرباء التي تزودها للبصرة هي تأتي في ضمن أوراق الضغط هذه. هناك هجوم على حقول النفط في البصرة من جانب المحتجين. هل باعتقادك أن إيران تملك أوراق قوة في الإقليم فعلا؟ باعتقادي أولا مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن اتفاقها مع الجانب الإيراني هذه أزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن تهديد الملاحة البحرية هو أزمة دولية، وبالتالي هذا أمر لا يمس الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، وإنما يمس معظم دول العالم، ولذلك هذا اختلاف أساسي وجوهري. هذه نقطة. أما فيما يتعلق بسؤالك سرمد، فما لا شك فيه أن إيران لديها أوراق في المنطقة ولديها أذرع، سواء الميليشيات الموجودة في العراق أو في سوريا أو الوضع في لبنان أو حتى في اليمن، وبالتالي لديها امتداداتها، واعتقادي أن ربما تستغل هذه الامتدادات وهذا النفوذ الموجود في هذه الدول من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الضغط على المجتمع الدولي من أجل محاولة تخفيف العقوبات والضغوط التي تمارسها الآن الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا هو الخيار الوحيد والواقع المطروح أمام الجانب الإيراني. أضف إلى ذلك أن هنالك مراهنة سواء على الجانب الروسي أو على الجانب الصيني، خصوصا أن هذين الطرفين بالإضافة إلى أوروبا ما زالوا متمسكين بالاتفاق النووي. ولكن هذا يشير الحقيقة، التهديدات الإيرانية تشير إلى حالة الحرج الذي وضعت فيه إيران بعد العقوبات القاسية التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد محمد غروي، الآن حول جهود إنقاذ الاتفاق النووي، هل تدرك إيران وكما ذكر سيد رامي قبل قليل أن هذه الجهود ربما تتأثر جهود إنقاذ الاتفاق النووي، هل تدرك إيران هذا وهل لها مصلحة في ذلك؟ يعني إيران منذ البداية حاولت أن لا تخرج من الاتفاق النووي، حتى كل الضغوط التي مورست على الإيرانيين قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، كان هناك حجم هائل من الضغوط مورست على الإيرانيين لكي يخرجوا ابتداء من هذا الاتفاق، لكن الإيراني واظب على هذا الاتفاق وبقي في الاتفاق النووي. وحتى اليوم الأمريكي خرج من الاتفاق وهو يهدد وإلى آخره، لكن الإيراني هو متمسك بهذا الاتفاق وهو يعطي مهل للأوروبيين ويعطي مهل لكي يمكن أن يعود الأمريكي لرشده وما إلى آخره. لكن يعني هذه الفرص سوف لن تبقى حتى النهاية،
من حق الإيراني أيضا أن يخرج من الاتفاق النووي، من حق الإيراني أيضا أن يخرج من معاهدة الـNPT، من حق الإيراني أيضا أن يعود إلى سالف عهده من خلال تخصيب اليورانيوم أكثر من 20%. أمام إيران خيارات أخرى كثيرة هي لم تستعملها حتى الآن. يعني الأمريكي استعمل أكبر ورقة لديه وهي الخروج من الاتفاق النووي، وهو يهدد كلاميا من هنا وهناك من خلال عقوبات من هنا ومن هناك، لكن الإيراني لديه أوراق كثيرة لم يلعبها حتى الآن وهو باستطاعته أن يلعبها. أنا باعتقادي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو يعني بتهديد أن لا نجعل أحد يصدر النفط إلى خارج هذه منطقة الخليج الفارسي، هذا آخر نوع من التهديد، يعني هذا آخر ما يمكن أن يستعمله الإيراني. لدينا أوراق كثيرة حتى الآن يمكن أن نستعملها إن على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو حتى مع جيراننا. لذلك الإيراني لا يستعجل إلى هذه الخطوة، ربما هناك خطوات كثيرة يمكن أن يستعملها. طيب سيد رامي، هل بيد إيران فعلا أن تعرقل نفط الخليج العربي؟ من وجهة نظري على الإطلاق لا أعتقد أنها سوف تفعل ذلك. هذا تهديد أجوف في الحقيقة، لا يمكن المراهنة عليه، لأن إيران سوف تدخل في مواجهة مع العالم برمته، ولا أعتقد أن في وارد النظام الإيراني أن يقوم بذلك، لأنه يعلم أن العواقب سوف تكون كارثية. لا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من الضغوط الموجودة حتى الآن لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية، لا هي ولا غيرها من الأطراف، ولكن إذا ما قامت، وهذا احتمال ضعيف كما ذكرت، فإذا ما قامت بإغلاق مضيق هرمز فإن ذلك سوف يؤلم دول العالم الأخرى. ربما الخيار أيضا المطروح أمام إيران هو أن تقوم بالتفاهم مع الأطراف الدولية الأخرى، لأن الأزمة ما بين إيران والمجتمع الدولي مع أوروبا على وجه التحديد على سبيل المثال ليس فقط المشروع النووي والملف النووي، ولكن هنالك أزمات أخرى أشار إليها ربما الرئيس ماكرون في أكثر من مناسبة، منها على سبيل المثال الاستمرار في البرنامج الصاروخي، منها دعم الميليشيات الإرهابية الموجودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، منها أيضا محاولة الهيمنة على المنطقة واتخاذ سياسات تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. إيران إلى الآن غير مستعدة للتفاوض حول هذه النقاط، مما يجعل حتى تفاهمها مع الدول الأوروبية والصين وروسيا الحقيقة تفاهم ضعيف وهش، لأن هذه الدول وعلى الأقل الجانب الأوروبي منها يصر على أن تقوم إيران بإحداث تغييرات في سياستها الإقليمية على وجه التحديد، وهذا ما ترفضه إيران حتى الآن. لذلك الحقيقة ربما هذا هو الخيار الوحيد المطلوب. أما الخيارات الأخرى فهي سوف تبقي الوضع على حاله، وبالتالي سوف تتعرض إيران إلى ضغط كبير من الناحية الاقتصادية ابتداء من شهر نوفمبر القادم. طيب سيد محمد غروي، لماذا لا تلجأ إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية ودعمها للميليشيات في العراق وفي لبنان وفي اليمن، حتى يعني في النهاية تعود هذا الموضوع يعود بالفائدة الاقتصادية على الشعب الإيراني نفسه؟ هل ستلجأ في النهاية إلى تغيير سياساتها الإقليمية أم لا بتوقعاتك؟ يعني أنا بتصوري هذا السؤال يعني لا يجب أن يطرح، لأن الإيراني لا يرى كما تراه أنت أو ضيفك الكريم بأن ما يحصل في الإقليم هو دعم لميليشيات، إنما إيران تحارب الإرهاب من خلال الشعب الإيراني. يخرج تظاهرات بين الفينة والأخرى، بين الوقت والآخر يخرج بتظاهرات يطالب بتحسين وضعه الاقتصادي، يطالب بعدم تدخل إيران في ملفات إقليمية. وهذا ما يريده الأمريكي، يضغط اقتصاديا، يضغط نفطيا، لكي يخرج المئات إلى الشوارع. وهؤلاء لا يمثلون كل الشعب الإيراني، نعم هؤلاء يمثلون بعض الشعب الإيراني، لكن الأغلبية العامة في إيران هي ضد سياسات أمريكا في المنطقة وتعرف السياسات الخاطئة، لأننا طوال 40 سنة من عمر الثورة الإسلامية في إيران جربنا كل هذه التجارب، ولم يستطع الأمريكي أن يضغط على الشعب الإيراني من خلال الحروب التي حصلت، إن الحروب المباشرة أو الحروب بالوكالة أو الحروب النفسية والاقتصادية التي تجري اليوم. أنا باعتقادي الإيراني ماض في سياساته التي كان عليها، وبالتالي كما صرح المسؤولين في مكتب الرئيس روحاني سيأتي ترامب لكي يتفاوض مع الإيرانيين ليس العكس، وهذا ما حصل في نيويورك لـ8 مرات، وهذا ما صرح به رئيس مكتب الرئيس روحاني.
شكرا جزيلا لك. في نهاية سيد محمد غروي الكاتب الصحفي الإيراني كنت معنا من بيروت، كما أشكر السيد رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال قمة هيلسكي كيفية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأشار بومبيو إلى أنه من المهم أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى سوريا في الوقت الصحيح وبآلية طوعية. بدأت في لبنان عملية تسجيل اللاجئين الراغبين في العودة، فيما ينتقد متابعون عملية ترحيل اللاجئين دون إشراف من مفوضية اللاجئين. عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار ملف بات من الأولويات على الأجندة الروسية. قبل أيام قليلة أعلنت موسكو عن إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين العائدين إلى سوريا في مناطق خاضعة لسيطرتها وسيطرة النظام من ريف دمشق إلى حلب، مرورا بالقلمون الشرقي وحما ودير الزور. لكن الساعات الأخيرة حملت جديدا، إذ اقترحت روسيا على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا. نقترح على الأمريكيين وضع خطة مشتركة بشأن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قبل النزاع. عودة المواطنين السوريين من لبنان والأردن في المقام الأول، لذلك نقترح تشكيل مجموعة مراقبة روسية أمريكية أردنية مقرها عمان، وتشكيل مجموعة من النوع نفسه في الأراضي اللبنانية. إذن موسكو تريد التعاون مع واشنطن لإعادة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قبل النزاع. ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان هم من أهالي الزبداني والقصير والقلمون وحمص، المناطق التي تقع تحت النفوذ الإيراني، الأمر الذي يمكن أن يؤدي في المستقبل القريب إلى مواجهة مع طهران في سوريا اجتماعيا لا عسكريا. انضم إلينا من واشنطن دكتور عماد حرب رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن، كما ينضم إلينا من عمان دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم معي في هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور عماد حرب، ما هي تفاصيل هذا المقترح وما هي آليات أو نجاح آليات تطبيقه على الأرض؟ والله بالحقيقة التفاصيل لم يرد الكثير من التفاصيل سوى ما صرح به بومبيو وبعض المسؤولين الروس، وهو بصدد بالفعل إعادة المهاجرين السوريين إلى سوريا. لا أعتقد أن هذا مشروع بالفعل، من لا يريد عودة السوريين إلى سوريا، ولكن المشكلة هي أن عودتهم اليوم تحت ظروف الراهنة ستكون عودة صعبة جدا، عودة لهم صعبة جدا. مناطقهم مدمرة، النظام قام بتدميرها بشكل منسق ومنظم، لهذا عودتهم بدون إعادة الحياة لهذه المناطق من الناحية الإعمارية، يجب أن إعادة إعمار هذه المناطق، يجب إعادة إعمار الاقتصاد في هذه المناطق كي تستقبل هذه العائلات. على ما ستعتمد هذه العائلات في تواجدها في تلك المناطق؟ لهذا بالنسبة لي برأيي أن مثلا في الوضع اللبناني المسألة ليست أكثر من عملية سياسية لبنانية داخلية، أنهم يستخدمون المهاجرين السوريين في قضية سياسية. هناك للأسف هناك عنصرية لبنانية ضد اللاجئين السوريين، وهذا لا يجوز بالفعل. إذا أرادوا أن يعيدوا اللاجئين السوريين إلى سوريا عليهم أن يحضروا المناطق هؤلاء اللاجئين، وأن يتأكدوا من أنهم لن يجري ملاحقتهم من قبل النظام الذي لا يزال في نعم. في يسيطر على المناطق نفسها. نعم بالتأكيد، وهنا الحديث عن اللاجئين ليس فقط في لبنان وإنما أيضا في الأردن وحتى في تركيا وبقية دول الجوار. صحيح. دكتور حسن المومني، هنا أسألك عن دور دول الجوار في هذا الملف. هل للأردن
دور أيضا في إعادة اللاجئين ضمن هذا الملف؟ لا شك، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. لا شك الأردن واحد من الدول المتضررة من الصراع في سوريا، وبالذات عند الحديث عن موضوع اللجوء. الدول المضيفة باعتقادي يمكن أولوياتها هي عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم بهذا الجانب، لأنه أيضا كمان ملف اللجوء أصبح عبء وأصبح مشكلة آنية تقلق هذه الدول وهذه الحكومات، وبالتالي أيضا يمكن صار في نوع من الرأي الشعبي اللي أيضا يضغط على هذه الدول بأنه لابد من أن اللاجئين يرجعوا. لكن حقيقة أنا باعتقادي يمكن هو الروس هي محاولة لقلب الأولويات، يعني هنا نتحدث عن عودة لاجئين ولا نتحدث عن عملية سياسية تهيئ لتحضير لعودة اللاجئين. وأنت تعلم أخي العزيز أن الموضوع عودة اللاجئين له تفصيلات كثيرة، تفصيلات سياسية اقتصادية اجتماعية أمنية بهذا الجانب بهذا الأمر، ولا نتحدث عن بضع آلاف أو غيرها، هنا نتحدث عن ملايين في هذا الجانب. طيب إلى ذلك يعني داخل سوريا في هذا الأمر، فهي عملية معقدة، ولا أعتقد أن مسؤول التطمينات الروسية، إذا كنت سمحت لي دكتور حسن، هل تفي بالغرض هذه التطمينات الروسية بأن لا داعي للخطورة، للحديث عن خطورة حول عمليات الفرز الطائفي، حول عمليات التغيير الديموغرافي، إذا ما كانوا سيعودون، هكذا روسيا تقول، سيعودون اللاجئين إلى الأماكن التي خرجوا منها، وبالتالي هل هذه الضمانة الروسية كافية برأيك؟ لا أعتقد هذه الضمانة كافية. هم الروس إذا بتحدثوا بهذا الأمر يتحدثوا عن منحة واحد من مشكلة اللاجئين. طيب هل الروس قادرين على إعادة تأهيل مناطق هؤلاء اللاجئين؟ هل الروس قادرين على إعادة وتهيئة البنية التحتية بهذا الجانب بهذا الأمر؟ باعتقادي أيضا عملية الرجوع لن تتم هيك بشكل فوضوي. طيب. لابد راح يكون في هنالك عملية تدقيق أمني وكل هذه السياقات وكل هذه الاتجاهات. أضف إلى ذلك هنالك حقيقة واقعة في الصراع في سوريا، هذه الحقيقة متمثلة بأنه كثير من الناس تم ترحيلهم وتهجيرهم، في هنالك أيضا الدمار الهائل اللي حصل في كثير من المدن. يعني أضرب لك مثال بسيط جدا بهذا الأمر، لماذا لا نأخذ حلب مثال على ذلك؟ لماذا لا نأخذ أمثلة أخرى في المنطقة على ذلك؟ خذ الموصل مثلا في العراق. فلذلك مسألة اللجوء حقيقة يعني هي دائما تأتي بعد انتهاء النزاع وتتطلب جهود كبيرة. طيب. ولا أعتقد أن روسيا لوحدها، بدك جهد دولي في سياق اقتصادي، في سياق أنت جيت على نقطة مهمة وهي الجهد الدولي دكتور حسن، واسمح لي في هذه النقطة التي وصلت إليها أنتقل بها إلى دكتور عماد. إذن حول الجهد الدولي دكتور عماد والموقف الدولي، الأمم المتحدة يبدو وكأنها سلمت هذا الملف، ملف إعادة اللاجئين السوريين، إلى روسيا والنظام وحزب الله. هل تخلت الأمم المتحدة عن هذا الملف؟ بالحقيقة هذا مؤسف جدا، أنا أوافقك على ذلك، ولكن هذا ليس بالفعل تسليما من الأمم المتحدة للنظام السوري وروسيا وحزب الله لعودة اللاجئين، ولكن المشكلة هي في الموقف الدولي بشكل عام من ناحية المسألة السورية. روسيا ضالعة في تهجير هؤلاء، ما على روسيا إلا أن تغطي على خطائها السابق بالطبع في هذه المسألة، ولكن المجموعة الدولية لم تقم بما يجب القيام به بالنسبة للأزمة السورية. على المجموعة الدولية أن تساعد في حل المسألة السورية من الناحية السياسية في البداية. هؤلاء إذا عادوا كيف سيعودون إلى أي شكل من أي نظام؟ أين هي عملية جنيف لعام 2012 التي تؤسس لانتقال سياسي لنظام ديمقراطي، لنظام يحترم حقوق الإنسان؟ هؤلاء سيعودون جاءت بناء على تفاهمات روسية أمريكية، وبالتالي هذه التفاهمات يعني قيل أن هناك انسحابا أمريكيا من منطقة التنف مقابل انسحاب لقوات إيرانية في الجنوب السوري، وعلى هذا الأساس ألا تعتقد أن ربما التفاهمات جاءت على هذا الأساس برأيك؟
التفاهمات جاءت على أساس أن الولايات المتحدة، وهذا مع كل الأسف، جاء على أساس أن الإدارة الحالية في واشنطن لا تريد أن تقوم بشيء في سوريا أو في أي مكان آخر، إنها تريد أن تترك الوسائل العالمية للآخرين لكي يهتموا بها، وفي المسألة السورية تريد أن تتركها لروسيا. ولكن المشكلة أنك لا يمكنك أن تسلم المسألة للحل للشخص الذي تسبب بها أو للدولة التي تسببت بها. لهذا على الأمم المتحدة أن تبقى في سوريا بالطبع، ولكن المشكلة عملية توازن قوى، عملية توازن. الولايات المتحدة ليس لها قوة في سوريا، هي بالفعل دحرت نفسها في سوريا. العالم العربي، الدول العربية ليس لها تواجد بالفعل محترم في سوريا. هذا الشعب السوري شعب عربي مهجر، شعب عربي مهجر في الداخل وفي الخارج. على المجموعة الدولية وعلى الدول الإقليمية أن تكون جاهزة لأن تقدم حلا سياسيا يتبعه حل اقتصادي وحل اجتماعي لإعادة السوريين. طيب دكتور حسن المومني، إذا كانت هذه الرغبة الروسية الجامحة في عودة اللاجئين، هل ترى أن بشار الأسد رئيس النظام السوري جادا في عودة هؤلاء اللاجئين، خصوصا وأن عودة هؤلاء اللاجئين الذين يعدون كتكتل ربما معارض للنظام ويحتاج إلى يعني قضايا خدمية، يحتاج إلى قضايا أمنية، بالتالي هل من مصلحته إعادة هؤلاء اللاجئين برأيك؟ يعني لما أخذنا بعض التصريحات والخطاب السياسي اللي صادر عن النظام، نجد أن كان في هنالك خطاب سلبي باتجاه هؤلاء اللاجئين، وكلنا يعلم ما هو هذا الخطاب السلبي، على اعتبار بأن المجتمع السوري طهر نفسه وأن من هاجر لا يجب العودة. وكلنا يذكر أيضا موضوع القانون رقم 10 هذا اللي تم أيضا توقيفه، واللي هو أيضا شبيه بقانون أملاك الغائبين بهذا الجانب. أضف إلى ذلك أخي العزيز، هل سوريا أصبحت جاذبة سياسيا واجتماعيا لعودة هؤلاء اللاجئين؟ يفترض أن يكون هنالك عملية بناء سلام وعملية إعادة إعمار حتى تكون سوريا جاذبة، وبالتالي تجذب هذه الأعداد الهائلة من مئات الآلاف والملايين. هنا لا نتحدث عن مجموعة أو يعني كم من ألف هنا وكم من ألف هنالك بهذا الأمر ورمزيتها في هذا الأمر. إذا كانت روسيا تريد أن تعطي الانطباع بأن هنالك تقدم وأن هنالك استقرار، هذا شيء آخر بهذا الجانب. أو ممكن قد يكون هذا نوع من التكتيك في عملية التعاطي مع سوريا، بمعنى أنه البدء في القضايا الإنسانية، القضايا التي لا تتطلب كثير من الجدال ومن النقاش والبناء عليها بهذا الأمر. والسؤال المطروح، هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسهم أيضا اقتصاديا في إعادة إعمار سوريا؟ شفنا كيف إذا كان النظام غير راغب في موضوع حسن العراق عملية إعادة إعمار، لم يبقى من الوقت الكثير، ولكن إذا كان النظام لا يرغب في عودة هؤلاء اللاجئين، ماذا نفسر نشاط حزب الله وفعاليته في لبنان بتسجيل أسماء اللاجئين وحرصه على عودة هؤلاء اللاجئين؟ يعني لا شك هو جزء من تعزيز دوره السياسي والأمني في سواء كان في لبنان ولا في سوريا بهذا الأمر. أضف إلى ذلك تسجيلهم، وأيضا هو من يقرر من سوف يعود ومن سوف لا يعود في هذا الجانب وفي هذا الاتجاه. فلذلك هو حقيقة تعزيز لدور حزب الله وأيضا تعزيز دوره في لبنان. معناته بنهاية المطاف هو حزب الله هو اللاعب الرئيسي، وبالتالي أين الدورة اللبنانية بهذا الجانب؟ أنا أستطيع أن أتفهم بأن الدول المضيفة سواء كان الأردن ولا لبنان تحت هذا الضغط، لكن دعنا لا يعني نذهب بعيدا في الأحلام بأن مئات الآلاف. أضف إلى ذلك في أشياء متعلقة في اللاجئين نفسهم، يعني من مكث 7 سنوات وأسس مصالح ثابتة وأصبحت البيئة اللي ساكن فيها بيئة جاذبة، يعني هل تتوقع بأنه سوف يقوم بترك كل شيء والمغادرة بهذا الجانب بهذا الاتجاه؟ في هنالك يعني قضية أعقد من ما أنه نتمنى فيها. شكرا لك دكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. كما أشكر من واشنطن دكتور عماد حرب رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
قصفت إسرائيل اليوم مرصدا تابعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون تسجيل إصابات، وكانت الفصائل الفلسطينية قد توصلت بوساطة مصرية إلى تهدئة مع إسرائيل بعد قصف مكثف أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وجندي إسرائيلي. وكان قطاع غزة قد شهد يوم أمس عدوانا وتصعيدا إسرائيليا أثار المخاوف من اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على القطاع. أجواء من الغضب والحزن في شوارع غزة، تشيع جثمين 4 فلسطينيين، 3 منهم من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام جناح حركة حماس المسلح. حركة حماس أكدت توافق الفصائل الفلسطينية على عودة الهدوء للقطاع بعد ساعات شهدت قصفا إسرائيليا وردا من المقاومة. حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت من باب رعاية مصالح شعبنا الفلسطيني، ومن باب أيضا سحب الضراع من تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولكن سلوك هذه التفاهمات وهذه التهدئة مرهون أيضا ومستقبلها مرهون بسلوك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. جيش الاحتلال قال إن القصف طال مواقع ومنشآت حمسوية مع مواصلته التحذير من شن ضربة عسكرية ضد غزة. مصدر من المقاومة قال إن الفصائل غير معنية بالتصعيد أو الحرب، لكنهم جاهزون للرد على أي عدوان. ومع تكرار ذات السيناريو خلال الأسابيع الماضية، قصف إسرائيلي يتبعه رد فلسطيني يتبعه تدخلات تفضي إلى تهدئة مؤقتة، تهدئة ستبقى هشة طالما لم تحدث الأطراف المختلفة تغيرات ملموسة في حياة مليوني فلسطيني يعيشون داخل القطاع. تصر الفصائل الفلسطينية في غزة على عدم الانجرار وراء محاولات الاحتلال عسكرة مسيرة العودة كما يقولون، لكنهم في الوقت نفسه يصرون على تثبيت معادلة القصف بالقصف ومؤخرا القنص بالقنص. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. انضم إلينا من قطاع غزة سيد مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد مصطفى. ماذا تريد إسرائيل في محاولة القصف مرة أخرى رغم وجود هذه التهدئة التي جرت بوساطة مصرية؟ مساء الخير. أنا أعتقد أن الاحتلال الصهيوني يريد كسر معادلة أرادت المقاومة أن تفرضها، وهي القصف مقابل القصف والقنص مقابل القنص، ولكن على ما يبدو أن الاحتلال الصهيوني فشل في ذلك، ولذلك هو يحاول كل مرة عندما يجد نفسه محرجا أمام الرأي العام الإسرائيلي بمواصلة قصف مواقع المقاومة وبعض الأماكن الفلسطينية من خلال جر المقاومة إلى مواجهة مسلحة لعجزي على مواجهة مسيرات العودة وعجزي على مواجهة البالونات والطائرات الورقية. نعم. طيب، يعني ما تفاصيل هذه التهدئة الجديدة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، وهل نحن الآن أمام هدى متقطعة، هدى أسبوعية بحيث نتوقع كل أسبوع قصف وضحايا من الجانب الفلسطيني؟ يعني أنا أعتقد أن ما حدث أول أمس كان واضحا أن هناك عملية قنص من قبل المقاومة لأحد جنود الاحتلال، وعلى ذلك قامت قوات الاحتلال بقصف مواقع للمقاومة أو مراصد للمقاومة، ما أدى إلى استشهاد 3 من المجاهدين. وفي اليوم الذي سبق هذا اليوم كان هناك قصف لمرصد فلسطيني ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين. معنى ذلك أن الاحتلال يريد أن يواصل هجماته ولا يرغب من المقاومة أن ترد عليه، وهذه مسألة أعتقد أن المقاومة رفضتها لأنها ثبتت قاعدة القصف مقابل القصف. ولذلك الاحتلال الصهيوني يريد أن يوجه رسائل أولا للمجتمع الصهيوني ويطمنه على الحالة الأمنية، وفي نفس الوقت يريد كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال التخويف، من خلال أيضا منع مسيرات العودة وغير ذلك. نعم. هل تتوقع يعني في ظل هذا الحديث القصف مقابل القصف أن المقاومة الفلسطينية سترد أيضا على هذا الخرق للتهدئة؟ أنا أعتقد أن ما حدث اليوم ربما لم يكن قصفا لمرصد للمقاومة، ما حدث هو قصف لأماكن كان يتواجد فيها بعض الأشياء التي تم سلبها من موقع عسكري صهيوني في منطقة شرق غزة، لكي يتم تدمير هذه المواد التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الشبان التي استطاعت أن تجتاز الحدود وتدخل إلى هذا الموقع.
طالما الأمر لم يصل إلى وقوع إصابات، هذا الأمر أنا أعتقد أن المقاومة ستفوت الفرصة على الاحتلال. لكن أي عملية من قبل المقاومة داخل الكيان الصهيوني أدت إلى مقتل صهاينة، أو أي عملية من قبل الاحتلال ضد المقاومة أدت إلى استشهاد، أعتقد أننا مقبلون على مواجهة قد تكون محدودة أو واسعة، كل حسب النتائج المترتبة على القصف. طيب، دعنا في الورقة المصرية وإلى أين وصلت المواقف حتى الآن بعد موافقة حماس على هذه الورقة. هناك أنباء أو مصادر في حركة حماس تتحدث في حركة فتح عفوا تتحدث عن موافقة الحركة على هذه الورقة المصرية للمصالحة. هل لديكم أي تصور إذا صحت هذه الأنباء؟ أنا في اعتقادي لو وافقت حركة فتح بالفعل على الورقة المصرية ستمضي المصالحة، ولكن أنا أعتقد أن محمود عباس لن يقبل الورقة المصرية كما هي، وسيقول أوافق ولكن، وهذا ربما يؤدي إلى تدمير الورقة المصرية. ولكن نتمنى أن يعيد محمود عباس ترتيب أوراقه ويفكر بشكل جيد بأن المصلحة الوطنية العليا، إذا كان هناك مصلحة وطنية عليا لدى محمود عباس، تتطلب تحقيق المصالحة بأي ثمن كان. ما مصلحة رئيس السلطة الفلسطينية في عرقلة هذه الورقة برأيك؟ يا سيدي، منذ حالة الانقسام والذي يعطل المصالحة هو محمود عباس. محمود عباس يريد السيطرة التامة والكاملة على قطاع غزة وإقصاء حركة حماس من المشهد السياسي. هذه الورقة لا تحقق للجانب الفلسطيني هذا المطلب، ولكن هي تحقق مصلحة عامة للكل الفلسطيني، مما فيه فتح وحماس وبقية القوى والفصائل، وهذه عين العقل. لكن محمود عباس بعقليته الإقصائية والتفردية، أنا أعتقد أنه سيقف حجر عثرة في وجه تحقيق هذه المصالحة ما لم تتحقق شروطه. طيب، يعني في ضوء هذا الكلام، ما هو السيناريو السياسي الآن المتوقع في حال وافقت فتح على هذه الورقة فعلا؟ لأن هذه الورقة كما تعرف هي مبادرة للمصالحة تتضمن رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة وتولي الحكومة مهامها في ذات الهيكلية في قطاع غزة، وبالتالي كيف يمكن عرقلتها فيما بعد؟ يعني أنا أعتقد لو وافقت حركة فتح على الورقة المصرية سيتم التنفيذ فورا، خاصة أن ما تحمله هذه الورقة من جديد هو جدولة المراحل التي تم الحديث عنها، وهذا ربما كان ينقص اتفاق 2017. لا توجد جدولة ولا توجد أزمنة، وأنا في اعتقاد المراحل الأربعة مؤقتة بأوقات محددة. إذا استمر هذا الأمر وتم تنفيذ ذلك، أعتقد أننا سنشهد مصالحة تنهي حالة الانقسام، وهي مصلحة وطنية لمواجهة حالة التصفية القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة. اتهم حزب حراك تونس الإرادة الذي رأسه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالمسؤولية عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وذكر بيان للحزب أن انحياز السبسي لتيار داخل حزب نداء تونس دون آخر فيه مساس بدور مؤسسة الرئاسة كضامنة لوحدة التونسيين والاحترام الدستور. ودعا الحزب باقي أحزاب المعارضة إلى التكتل وطرح مبادرات تخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية. أنا هاني مسؤوليتي وبين تاركم. أزمة سياسية خانقة في تونس، وحزب حراك تونس الإرادة يدلي بدلوه فيها. الحزب الذي يرأسه الرئيس السابق منصف المرزوقي يدعو أحزاب المعارضة لتوحيد جهودها للخروج بالبلاد من صراعاتها السياسية. البيان حمل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مسؤولية الشقاق بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واعتبر انحيازه لتيار ابنه داخل حزب نداء تونس مسببا رئيسيا لأزمات البلاد الداخلية وخروجا عن دوره كضامن لوحدة التونسيين.
تغيير السبسي للنظام الدستوري إلى نظام رئاسي، وإطلاق مبادرات غير ناجعة كقرطاج 1 و2 قوض البرلمان التونسي، وحول العملية السياسية في تونس إلى سجالات عقيمة حسب تقدير حزب المرزوقي. حزب حراك تونس الإرادة لم يخف انتقاداته ليوسف الشاهد وحكومته، وعبر عن رفضه لاستغلال الأخير لتخبط البلاد وتجاذب أقطابه السياسية بتقديم التزامات باسم الدولة التونسية للاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية عبر توقيع عقود وقروض جديدة. كل الجهود. ويرى مراقبون أن المعارضة التونسية فشلت في التوحد للتصدي لأزمة تونس الاقتصادية الأخيرة، مما يزيد الشكوك حول مدى نجاح مبادرة المرزوقي. فمنذ بدء صراع أجنحة الحكم في تونس، والمعارضة لم تقم بشيء سوى إصدار البيانات الشاجبة. عجز المعارضة التونسية عن تثبيت أقدامها على الساحة السياسية التونسية يطيل من عمر الأزمة ويتيح المجال لحركة النهضة بالتصعيد. وبينما ينشغل السبسي والشاهد بتصفية الحسابات والمناورات، يقول مراقبون إن أمن واقتصاد تونس في مهب الريح. ينضم إلينا من تونس السيد نصر الدين بن حديد، الكاتب والمحلل والسياسي. أهلا بك معنا سيد نصر الدين. كيف تنظر إلى حيثيات هذا البيان الصادر من حزب المرزوقي، والذي يتهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالمسؤولية عن هذه الأزمة السياسية؟ كيف تنظر إلى هذا البيان؟ مساء الخير، تحية لك ولجميع الزملاء في المحطة وإلى كامل المشاهدين. أولا وجب تذكير المشاهدين الكرام بأن هناك قانون أو بند في الدستور يمنع الرئيس الجمهورية بأن يكون رئيسا لحزبه، من ثم جرت العادة سواء مع المرزوقي أو مع الباجي عند الوصول لقصر الرئاسة بكرتاج أن يستقيل ويبقى رئيسا شرفيا لحزبه دون التزامات حزبية مباشرة، لأن الدستور التونسي والأخلاق أو العرف الذي اتخذ في تونس يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ورئاسة جمهورية. الباجي منذ 2014 تجاوز عديد المرات هذه القاعدة وهذا العرف، حتى وإن كان استقال رسميا إلا أنه بقي يمارس دوره كرئيس فعلي وفاعل لنداء تونس، وحتى بعد انشقاق نداء تونس وخروج حزب محسن مرزوق ورضا بالحاج في حزبين منفصلين بقي رئيسا لكتلة ابني حافظ قائد السبسي، ومن ثم هناك دعوة لنواب الحزب للذهاب إلى قصر قرطاج وهو ما يستهجنه، واعتبر شخصيا أنه هذا ما جاء به أو ما رد البيان الذي أطلقه حزب حراك الإرادة في تونس. من ثم هناك عدم توافق، لأنه كلمة توافق في تونس هي المعمولة بها، بين الدستور وبين الأعراف أو التطبيقات التي كانت. ثانيا أريد أن أقول أن المعارضة أو بالأحرى المعارضات، خليني استعمل لفظ معارضات لأنه ليس هناك معارضة على قلب رجل واحد، هذه المعارضة متضررة من المشهد السياسي التونسي. لأنه ماذا يروج في المشهد السياسي التونسي؟ يروج أنه هناك صالح وطالح، هناك يوسف الشاهد في قصر الحكومة بقرطاج عفوا بالقصبة يريد أن ينقذ البلاد، أمام الباجي قائد السبسي الذي يريد أن يحمل البلاد إلى الهاوية، وهذه الصورة معكوسة لدى الجهة المقابلة. ومن ثم المعارضات المرزوق على اعتبار احد المعارضين يرى انه متضرر من هذه المعادله التي هي الدعوات التي اطلقها السيد المرزوق لتشكيل جبهه معارضه موحده، هل ستنال قبولا من جانب الاحزاب او الكتل السياسيه المعارضه؟ ستنال إعجاب أو قبول مبدئي لبعض الأحزاب التي تقع ما يسمى يسار الوسط في تونس، الكتلة الديمقراطية، الكتلة الاجتماعية، حزب الحراك، المؤتمر، التيار الديمقراطي، وهي أحزاب قريبة من بعضها وكانت قريبة من بعضها حتى قبل التشكل على مستوى الأفراد وحتى الفكري، لكن أعتبر من المستحيل بين ظفرين ولا مستحيلة في السياسة أن تكون المعارضات جميعها معارضة واحدة وتكون على قلب رجل واحد. الجبهة الشعبية مثلا تحمل رأيين سلبيين جدا من المرزوقي وتحمل رأيين سلبيين من التيار الديمقراطي، من ثم يستحيل في الأمد. طيب إلى أين تسير تونس في ظل هذا الواقع الآن، خصوصا وأن المؤسسة الرئاسية مؤسسة ذات رمزية، والآن في سابقة ربما أن المعركة الجديدة ضد هذه المؤسسة التي يعتبرها
السياسيون والمثقفون والإعلاميون يعتبروها أنها مؤسسة ذات سلطة عليا، مؤسسة عليا وسلطة تحكيم وذات رمزية. بالتالي هذه المعركة هل من السهل على تونس الخروج منها أم لا؟ في جميع ديمقراطيات العالم حتى الدول غير الديمقراطية هناك صراع بين الأحزاب، وهناك صراع حول البرامج، وهناك صراع حول توجهات سياسية. إلا في تونس هناك صراع داخل الأحزاب أو داخل شقوق الأحزاب. عندما نرى المعركة بين قصر قرطاج وقصر القصبة نراها معركة أولا بين داخل النداء، وثانيا والأخطر هي معركة خرجت من الحيز السياسي الحيز الإعلامي. وجب تذكير المشاهدين الكرام أنه سبق يوسف الشاهد أن أدلى بكلمة للقناة الحكومية اتهم فيها حافظ قائد السبسي نجل الباجي قائد السبسي بالاسم والصفة بأنه السبب في تدمير النداء. والسبسي أيضا في حواره مع إحدى القنوات المحلية اعتبر أن وجود الشاهد هي العقدة التي تقف أمام حلحلة الأزمة والخروج من الأزمة، ومن ثم نحن أمام استدامة لهذه الأزمة. هناك حرب أعصاب، عض أصابع وكسر عظام بين الاثنين. واعتبر أنه الكل يريد أن يكسب إلى 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 صفي عدد الأطراف. الشاهد الآن بيشتغل تكوين كتلة سياسية، كتلة برلمانية يريد أن يحولها إلى حزب سياسي. واعتبر أنه القادم من الأيام مرتبط بما هو قادر عليه يوسف الشاهد من تكوين كتلة سياسية بناء على الكتلة البرلمانية التي يحتكم إليها. من تونس السيد نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا انضمامك معنا. بهذا وصلنا إلى النهاية مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.